ماضي شريك حياتك او شريك حياتك، هل من حقنا نعرفه ولا خلاص نقطة ومن اول السطر، او قلبنا الصفحة وما نفتش؟ على رأي عمرو دياب بلاش نتكلم في الماضي، يمكن يطلع كله جراح ولا حاجة. ففي بعض خبراء علم النفس بدأوا يقولوا حاجة مهمة جدا في موضوع هل من حقك تعرف ماضي شريك حياتك ولا مش من حق حد فيكو، وهي ان شريك الحياة نفسه لا يلتفت هو نفسه لماضيه ولا ماضي شريكه، ان كان فعلا قرر ان هو يبتدي حياة جديدة بمعايير او بمفهوم جديد او على اسس جديدة. يعني انت فعلا، انا بكلم الستات بقى باعتبار ان احنا في قاعدة الستات، يعني لو قررتي تبدأي حياة جديدة عمرك ما هتهتمي ابدا بالماضي، سواء ماضيكي انت شخصيا والعلاقات اللي ممكن تكون مرت بحياتك بطريقة او باخرى، او ماضي بقى شريك حياتك، خلاص سيبي الراجل في حاله، اللي حصل حصل. وبيقولوا كمان ان الماضي في مساحة كبيرة جدا من الحرج لمن يحمل سر في حياته، فما فيش داعي ان احنا نتك على الجزء ده ونفضل نسأل ونلت ونعجن ونعيد ونزيد علشان نعرف حاجة شريك الحياة ممكن يكون مخبيها، وممكن يكون مكسوف منها، وممكن يكون ندمان عليها، وممكن يكون الماضي ده يخص آخرين فمش من حقك تعرفي خصوصيات آخرين. احنا بشر، ولو سألتي عن حاجات سابقة وماضية في حياة زوجك أو خطيبك وابتديتي تقارني نفسك باللي بيحكي عنها، أو هو كل ما يشوفها في مكان هتبقي متألمة لو قالك الشخص الفلاني بالاسم الفلاني، مفيش داعي. هو يقولك الحاجات إن هو خطب اتجوز، حاجات رأسية تفاصيل هتخليه دايما زي ما إيمان بتقول إن هو دايما يبقى محطوط في حرج، حاجات بتجرحه وبتفكره، هيبقى مكسوف ومكسور قدامك. كمان أنتي، إحنا بشر، ممكن ما نعديش بسهولة وما تقدريش تكملي حياتك معاه، لأن ممكن أحيانا الشك ده مولود فينا، فممكن تفضلي تشكي فيه طول الوقت. فمفيش داعي إن احنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوقكم. بصراحة السؤال عن التفاصيل أو شيطان يكمن في التفاصيل، فبلاش تفاصيل. أنا في رأيي يعني طبعا، يعني خلاص اللي حصل حصل واللي فات فات، واكيد كل واحد لو ما تعلمش حاجه من اي تجربه عاشها في حياته ايا ما كانت يبقى التجربه ما كانش ليها لازمه. على قد ما بيبقى ساعات بيبقى فيها محطات مؤلمه جدا، على قد ما بنطلع منها بحاجه تخلينا ما نكررش نفس الغلطه، والا بقى يبقى المشكله عندنا احنا ولا ايه؟ مش هنفضل نتكلم ونعاتب بعض في حاجات فاتت، صحيح. واحنا مش ملايكه، مش هنقدر على فكره ما نفكر